Ciao a tutti, benvenuti a Herosello, مرحبا بكم، رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد مع رسالة جديدة، يلا تابعوني. نبدأ على بركة الله بالمقادير. عندنا زوز تشيفالو اللي هو بوري، كعبتين بوري، كعبتين طماطم، شوية فحات تاع الحوت، كعبتين قرعة خضراء، زوكينة، شوية زيت زيتونة، وفلفل أكحل. باش نسحقوا العويس النيل، شتيها أنت. بتبيع شويه هربه شيبولينا والقارص، تنشوفوا مع بعضنا واحده واحده شنو نسحقهم. كما تشوفوا تو باش نبداو مع بعضنا بالوحده بالوحده، بالحاجه بالحاجه. كما تشوفوا معايا انا الطماطم عملت لهم جا قطع ومقطوع، وحطيت الماء بتاعي يسخن باش نحطهم في الماء جوست 30 سيكوند. في المرحلة هذه ناخذ الزوكين بتاعنا القرعة، ننظفوها، نحو البارتي هذه باش تبقى لنا ستابل أكثر ستابل، ونبدأ نقصو. فوالا سيرش. باش نعمل نوعين، نزيد واحدة الأخرى كيف كيف. نتعدوا للثاني اللي بعده بالطبيعة نفس الطريقة، شدوا بتاع اللي يحب يستعمل سكينة مع أصغر عادي، أنا جوست أنا ولا كملنا. الطماطم بتاعنا هذي قصوها مربعات مربعات. حبيت نختار طماطم فريخة تبديمها أكثر صحية، نجم نستعمل حتى الكونسونتري مي تبدا قوية شوية، قوية المطعم تاعها بالطبيعة. على البارتي هذي نحوها نتعدو، ونواصلوا مع بعضنا هكايا نكملوها. فوالا باش منطولش عليكم، تعدينا كملنا قصينا الطماطم تاعنا كيما تشوفوا مربعات مربعات. القرعة بتاعنا الزوكينة قصيناها مكايدي رونديلا تقريبا، سي بون. حتى انا بالطبيعة نخليها على جنب، نتعداو المرحلة اللي بعدها. توا ناخذ الحوت بتاعنا، بالطبيعة أنا كنت نظفته قبل، بعمل داخل نظفته كل شيء. توا باش نتعداو الفرق اللي بعدها، نعمل في القصان شوية خفيف. نقصهم رجعتين، نخلوه على جنب بالطبيعة، نسحقوه من بعد، نخلوه على جنب بالطبيعة، نسحقوه من بعد، جوج خطوط، خط هكا على الظهر بتاعو.
كيف كيف حال نخلي هذه المحلوله تكون اسهل. ديما ضربه بالظهر كما تشوفوا كم قط خرجناها كي على سوس. نزيد شوية هذه لا هذا ما نطيشوش نستحقوه من بعد شوية. تعال نزيد نشوفه مع بعضنا. وصلنا للمرحلة هذه تباعا عاد مازال نطفو الصدر بتاعها في الجهة هذه. كيف كيف الجهة الأخرى بالطبيعة نحاولوا نظفوا كان في مشكلة فقدوها مليح بهاش يسكن الحاجة. إذا سيبوا بعد ما كملنا سيبوا نتعداو الكعبة الأخرى. المرة هذي باش تكون أسرع ورابيد. شوفوا مع بعضنا نبداو بسم الله زادا نحط على جنب. كالعادة نحيو فرتي هذي من الفرش تاعها. والفيلاتو بالطبيعة نتفقدو بالطبيعة ناخذ هذوما نحطهم في الماء كيما تشوفوا. نحطوا اللي بقى مع الحوت ونحطوه يغلي باش نستعملوه بعد. ونتعداو الحاجة اللي بعدها المرحلة اللي بعدها. حضرنا الحوت تاعنا وحطينا الحوت الباقي تاعو يغلي البرودو الفوميتو. ناخذو كارتة تاع حوت كارتة فورنو بابي فور ونطويوها كما بتاع ديما نطويو. بون حطينا سيبون الفرن هذي ونطلع. حضرنا بابي فور الحوت تاعنا باش نطيبوه في الفوار. فوق ما نعملو معناتها في الفور، تنجم تعملو في الفور
مي جوست معناتها خاطر الكونتيتي صغيرة معناتها زوج حوتات، خسارة واحد انه يشعل الفور كامل على خاطر حوتين معناتها ولا حوتة ولا زوج ولا ثلاثة، دونك إذا نجم واحد طيبها في قلاية عادي توريكم الطريقة كيفاش. نعم بابي فور باش مثلا إذا واحد حتى بالدريساج من بعد ما تقلقناش. ومن بعد نبدأ نحضرو، نحضرو بالحاجة بالحاجة، ناخذ الحوت بتاعنا نفوحو، نحضر مليح، نحضر واحد البارتي اللي بعدها بالطبيعة، ناخد القراعة تاعنا، هذا باش نعمل بيها الفورمة هاذي، ناخد بيها الفورمة، كعبة الحوت تاعنا بالطبيعة نحضرها في الوسط. ومن بعد نتعداو للورد بتاعنا، خلينا الفريت الاخرين ونعملوهم على شكل كي وردة. نحضروهم بالطبيعة، باش نحضروهم ناخدو كراب تاعنا، ونبدا ندورو، فوالا نزيدو رجلهم شوية كنحب، نرجع للقاعدة هنا تاعنا باش بالطبيعة باش ما تهربش الفورمة. نحضرو كعبتين زيد ما يلصقوش على بعضهم، نحطو ورق وردة من هنا، واحد اخرى مسجل نحطها حتى على اليمين، كاع الراس اللي يحب حطوا الراس كي سيبون باهي يعطي مطعم باهي. بعد ناخذ الطماطم تاعنا ونفوحوها بالطبيعة كالعادة، شوية ملح شوية فلفل أكحل، شوية زيت زيتونة، ناخذ شوية بصل هذا لربة شيبولينا اللي هي عروش البصل الصغار ظهر لي ما عرفش بصراحة، اللي يحب يعمل معدنوس، اللي يحب يعمل حبق، اللي يحب يعمل الفحات، الفحات كل حد حر معناتها شنو يحب يفوح باش يحب يفوح. ولا نحركها بعد نبداو نعبيو الحوطة تاعنا، حتى الحشو معنتها كل واحد شنو باش يحب معنتها، ينجم تحطو بطاطا مسموطة، تحب تحطو باذنجان معنتها الميلانزانة، كل حد وباش شنو اللي يعجبو معنتها. بعد باقي نفرقوه شويه
شوية زيت على الكل. رشة ملح ما فيها باس. زدوها بكاس ماء. كاس سي بون كاس يزي. ونتعداو بالطبيعة يزيد شوية بصل. بصل ولا ثوم كيما تحبوا معناتها، كل حد شنو اللي عنده من قدر بالطبيعة وشنو يحب معناتها. فرقوا بالطبيعة باش ما تبداش في جهة واحدة. شنو ناخذوا حتى شوية معدنوس كان تحبوا. معدنوس حاول خلوه ما يساش، خلوه كبار شوية. كما تشوفوا اوكي نتعداو. ولا كما تشوفوا حتى حضرنا الحوت بتاعنا، حطوا على النار بتاعنا ونغطيوه ونخليه يطيب مدة 10 ما بين 10 12 دقيقة. عندنا زادك الفوميت بتاع الحوت بتباع بتاع الفاضل باش يعطينا مطعم. سي بون سخون حاضر طاب. ونزيد شويه اخر على جنب. ناخذ قلاي شعر عليها بتباع. كان شفت البكري ما استعملناش القرع الاخ الكل، دونك نكملوا نطيبوه ذا نستعملوه. ما نطيش شيء على الطبيعة. ديما نفوحو شوية بصل شوية ملح شوية فلفل أكحل. ونخليهم يتقلاو مليح. طبعا ما ننساوش ديما نحاول نحركوهم، خلوهم يتجمرو مليح مليح. بالطبيعة ما ننساوش نتفقدو الحوض بتاعنا. إذا حسيناه نقص الماء بتاعو. عندنا الفوميت حاضر، نزيدو نعطوهم بنة على بنة. عاد نرجعو نغطيو ونخليه يطيب. بالطبيعة هاذوما سي بون، طفينا عليهم خليهم يرتاحو شوية. كنا نشوفوا سيبون الحوت بتاعنا سيبون طاب طاب. باش نحيو على جنب الحوت ونشيحو نكملو نطيبو الطماطم وكل شيء بيعة واحدة. اوكي كملنا نحينا الحوت بتاعنا. نحيو الكارت فور كما تشوفوا سي بون، قلت لاباس عليها عادي. لو تو باش نحاولوا نشيحوا الليكيد الكل شنو تبقى برشا ماء. بيع نار قوية على الاخر. الحوت بتاعنا نغطيوه باش ما يشيحش. ومن بعد نزيدو الماء. سي بون شوفوها قريبة. الشحنة تاعنا شوف سي بون هذا نار على نار قوية. نحطوها في البول بتاعنا. نتعداو الميكسر. ناخذ الميكسر تاعنا نعطيها ضربة كيف ياسر. اللي يحب الصوص يا اخو يعمل صوص ولا حاجه.
حسنا الكونسيستونس اللي نحب عليها. صافي وعنا نتاعنا شوفوا سيبو هكا نتعداو للدريساج. اوكي نبداو في الدريساج تاعنا. ناخذ صحن نختار صحن تاعنا ولا نحط انا زيت فور يا الصوص بتاعنا. بون كملنا الدريساج بتاعنا. نجم نقول لكم كان شهيه طيبه ان شاء الله تكون عجبتكم الرسالة. ان شاء الله عجبتكم. ما تنسوناش في لايك كومونتير بارتاجيو تفعيل الجرس حاجة أكيدة باش ديما توصلكم الجديد بتاعنا. السلام عليكم. ميرسي. غراسي توتي.